ياللي عليك العرايس والسلاف والدين، يلو زا يا ام جلاجل، يلو زا خدك التاجر. بص بجمع القطن، كل سنه وانتم طيبين، واحنا بنستنى الموسم ده من السنه للسنه لاننا بنتجمع مع بعض بنضحك ونفرح وبنشوف بعض. ممكن نقعد فتره كبيره ما نشوفش بعض، لكن في جمع القطن بنشوف بعض كل يوم. يومنا بيبدا بعد صلاه الفجر باذن الله، بنصحى نصلي الفجر، وبعد صلاه الفجر بنيجي على الجامع اللي احنا بنجمع عنده، بيجهزين الفطار وبيجيبه لنا الساعه 8 كده. بنطلع نفطر ونشرب الشاي ونرجع نكمل جمع تاني لعند الساعة 12 كده، أذان الظهر. بنطلع بقى نتغدى ونشوف مصالح. يعني موسم الحصاد ممكن يقعد شهرين. أنا كنت بجمع من وأنا في الإعداد، بعد كده بقى يجيبوا أنفار جمع كتير. اليومين ديت أنفار الجمع بقت قليلة مش كتير، فإحنا اضطرينا إن إحنا نطلع كلنا نجمع في أراضينا. الجمع بنمشي نوزن ونعبي القطن في الاكياس، وبعد ما بنعبيه في الاكياس بيجي نوديه الجمعيات، الجمعيه الزراعيه. احنا الوقت بنجمع في البكر، وبعد 15 يوم من الجمع بنجمع التواني. البكر ده اللي هو اول جمعه في حصاد القطن، بتبقى انضف قطنه. البكر لها سعر معين عن التواني، التواني ده اللي هو بعدين، اللوزه المتاخره بتطلع بعدين. بنبدا الجمع بعد ما بنخلص البكر، بنجيب رش بنرش التواني عشان الدوده بتاعه القطن اللوزه تطلع كويس، يبقى منتج كويس، وبعدين بنسلمها للجمعيات الزراعيه. وبعد ما بنخلص حصاد القطن بنقطعه ونبدا في حصاد القمح ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يلو زي ام جلاجل، يلو زي خدك التاجر. اللوزة فين اهيت والتانية فين اهيت كبوشك الزين اهوت. حصاد القطن احنا بنيجي كل سنة، يعني القطن بنزرعه في شهر 5 وبيفضل معانا هنا شهر 10، بداية شهر 10 لغاية شهر 11 جمع. ممكن يقعد معانا شهر، شهر ونص، شهرين، حسب مساحة القطن قدامنا. وبنبدأ نقطع بقى الحطب، حطب القطن، نرجع ونخلي أرضنا تاني ونبدأ نزرع الزرع الشتاء، سواء قمح او برسي. ولاد عمي واخواتي وعمامي كلنا اسره مع بعض. يختلف طبعا حسب نوع البذره، كل بذره وحسب نوع التقاوي. السنه دي يعني البذره السنه دي ضعيفه عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بيستنوه فرحة، لأن القطن طبعا فرحة زي ما جدادنا سموه الذهب الأبيض.